السلام عليكم عزيزاتي، ومرحبا بكم في قناتكم عالم سهام. سعدت بلقائكم مجددا، وأتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبأحوال طيبة إن شاء الله. اليوم حبيباتي وبإذن الله سأقدم لكم خلطة فعالة ورائعة لتبييض المناطق الحساسة. فغالبا ما يرجع السبب وراء اسمرار وتصبغ المناطق الحساسة للعامل الوراثي، فبعض النساء والفتيات تكون أكثر عرضة لتلون هذه المناطق أكثر من غيرهن، وهنالك أسباب أخرى تؤدي لاسمرار المناطق الحساسة مثل ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من البوليستر، حلاقة المناطق الحساسة بالشفرة، وأيضا الاحتكاك المستمر بين الفخذين الذي يحدث بسبب السمنة أو بسبب ارتداء ملابس ضيقة جدا. فجلد المناطق الحساسة حساس جدا تجاه مستحضرات التبييض والمنتجات الخاصة بذلك، وكذلك حساس تجاه المعطرات ومزيلات العرق التي تستخدم لهذه الأماكن لأنها تحتوي على العديد من المواد الكيماوية. ولهذا السبب اليوم سأقدم لكم خلطات طبيعية مكوناتها سهلة ومتوفرة لتتخلصي من اللون الداكن الذي يسبب الضيق والإحراج. ولنبدأ حبيباتي بالخلطة الأولى لتبييض المناطق الحساسة وتنعيمها، والتي سنحتاج فيها لبودرة التالك أو بودرة الأطفال التي سنستخدمها لتوحيد البشرة وإزالة البقع السوداء من المنطقة الحساسة، كما أن بودرة الأطفال تخلصك من الحكة بهذه المنطقة حيث تمتص العرق من الجلد الذي يسبب الإسوداد ببشرة المناطق الحساسة، كما أنها تنعم هذه المنطقة وتحافظ على ترطيبها إذا قمت باستخدامها بعد الترطيب مباشرة ورشها فوق المرطب. وسنحتاج كذلك لبيكربونات الصوديوم، فهذا المكون رائع لتبييض المناطق الداكنة بالجسم. يمكنكم استخدامه تحت الإبطين على المرفقين والركب وبالرقبة أيضا، فله دور فعال في تبييض الجسم والأماكن الداكنة به. ومع الانتظام في استخدام بيكربونات الصوديوم كنظام عناية أسبوعي ستحصلين على نتائج رائعة، حيث يمكنكم استخدام بيكربونات الصوديوم لوحدها على المناطق الحساسة بوضع مقدار ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم في كوب من الماء الدافئ. نحضر منشفة بيضاء ثم نغمسها بالخليط ونبدأ بفرك المنطقة الحساسة وبين الفخذين لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نشطف بالماء الدافئ ثم بالماء المائل للبرودة. سنحتاج عزيزاتي لماء الورد الذي يعتبر مبيض ممتاز لجلد المناطق الحساسة، يعتني بها ويجعلها أكثر نعومة، كما أنه يجعل رائحتك جذابة ورائعة. وماء الورد عزيزاتي يرطب بشرة المناطق الحساسة ويعالج التشققات بها، كما أنه يمنع ترهلها مع التقدم بالسن. وهذه عزيزاتي هي مكونات الخلطة الأولى لتبييض المناطق الحساسة. لنمر الآن لطريقة تحضيرها. سنأخذ إناء مناسب ونضع به مقدار ملعقة كبيرة من بودرة التالك أو بودرة الأطفال. نضيف إليها ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم أو ما يعرف كذلك بصودا الخمس، ونضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد. ندمج العناصر جيدا إلى أن تتجانس ونحصل على عجينة بهذا القوام. نقوم بفردها على المنطقة الحساسة وبين الفخذين ونتركها لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نشطف بالماء الدافئ المائل للبرودة، ونكرر هذه الخلطة عزيزاتي يوميا. وصدقوني فيوما بعد يوم ستلاحظون أن بياض منطقتكم الحساسة يزداد، وأن الإسمرار يختفي تدريجيا لتحصلوا على منطقة حساسة بيضاء موحدة اللون وناعمة. يمكنكم الاحتفاظ بهذه الخلطة في علبة زجاجية مغلقة، فهي تبقى صالحة لمدة يومين ثم أعيد تحضيرها من جديد. وكانت هذه حبيباتي هي الخلطة الأولى. الآن لنمر للخلطة الثانية أو البديلة كما عودتكم. يمكنكم تحضيرها في حالة عدم توفر مكونات أو مقادير الخلطة الأولى.
وقبل أن نمر لمكوناتها عزيزاتي، لرجاء صغير منكم وهو أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو لتشجيعي على نشر المزيد من الخلطات الحصرية والمجربة، وأدعوكم أيضا للاشتراك بقناتي عبر الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس الصغير بجانبه لتتوصلوا بجميع إشعارات الخلطات الجديدة فور نزولها على القناة. شكرا لكم. إذن عزيزاتي، الخلطة الثانية تتكون من زيت الورد، والذي يمكنكم تعويضه بزيت اللوز الحلو. فزيت الورد عزيزاتي يجدد الخلايا والأنسجة ويعمل على توحيد لون المنطقة الحساسة، كما أنه يخلصك من التصبغات بها لأنه يعمل على تنظيف مساماتها بشكل عميق لتصبح خالية من الشوائب، كما أنه الزيت معطر سيعطيك رائحة زكية تدوم لمدة طويلة. سنحتاج كثاني مكون للأرز المطحون. فبودرة الأرز عزيزتي تقوم بتبييض المنطقة الحساسة كذلك، وتقوم بتلطيفها وتنعيمها، كما أنها تقشر خلايا الجلد الميت، وهذا ما ينعكس على بياض المنطقة الحساسة ونعومتها. الأرز كذلك يكافح ترهل المنطقة الحساسة ويبقيها مشدودة دائما، كما يهدئ الالتهابات الجلدية التي تسببها عملية إزالة الشعر من هذه المنطقة، لأن بها مركبات تعمل على علاج التهيج والإحمرار. وسنحتاج لعصير البرتقال، فهو يعتبر علاج فعال وآمن لتفتيح المناطق الحساسة، وهو يتناسب مع أكثر أنواع البشرة حساسية، فهو غني بفيتامين سي المعروف بخصائص التبييض، كما أن به عدة خواص فعالة تساعد على إزالة الإسمرار والبقع الداكنة من البشرة. لذلك فهو يستخدم بشكل كبير على المناطق الحساسة، لأنه كالليمون به حامض السيتريك ومضادات أكسدة، تعمل على تبييض المناطق الحساسة وتطهيرها وإزالة الروائح الكريهة عنها والتي تسببها تعرق هذه المنطقة الزائد. وسنحتاج كذلك لمكون الكركم المطحون، الذي تستخدمه العرائس في الهند بشكل كبير ضمن طقوس الزواج لتبييض المناطق الحساسة أو أي منطقة داكنة بالجسم، فهو فعال لتصفية المناطق الحساسة وتوحيد لونها، كما أنه يقشرها ويزيل خلايا الجلد الميت والداكنة، ويقوم بتفتيح الخلايا الجديدة ليزيل البقع الداكنة بهذه المنطقة، خصوصا إذا تم دمجه مع باقي المكونات التي ذكرت، فيتضاعف مفعوله ويعطيك نتيجة سريعة بإذن الله. وهذه حبيباتي هي مكونات الخلطة الثانية لتفتيح المناطق الحساسة. لتحضيرها سنضع ملعقتين كبيرتين من الأرز المطحون، نضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت الورد، ملعقة صغيرة من الكركم المطحون، وملعقة صغيرة من عصير البرتقال الطازج. واحرصوا على استخدام عصير البرتقال الطازج لتستفيدوا من العناصر الموجودة به، فالعصير المعلب يمكن أن يعطي نتائج عكسية لاحتوائه على مواد حافظة مضرة بالجلد. نقوم بخلط العناصر جيدا إلى أن تتجانس وتصبح خلطة تبييض المناطق الحساسة جاهزة، ثم نطبقها على منطقة العانة وبين الفخذين، ويمكن تطبيق الباقي تحت الإبطين وعلى المرفقين والركب والرقبة أيضا. نتركها لمدة 30 دقيقة، ثم نغسل بالماء الدافئ المائل للبرودة. نكرر هذه الخلطة يوميا إلى أن نحصل على البياض الذي نريده، ويمكنكم الاحتفاظ بهذه الوصفة عزيزاتي بعلبة زجاجية مغلقة، فهي تبقى صالحة لمدة 3 أيام. أنصحكم عزيزاتي بعدم وضع مزيلات عرق أو معطرات على المنطقة الحساسة، فهذا يزيد من اسمرار هذه المنطقة. ولا ترتدوا ملابس مصنوعة من النايلون أو البوليستر، واستبدلوها بملابس داخلية قطنية لكي تتشرب العرق بهذه المنطقة. كما أنصحكم باستخدام الحلاوة أو طريقة الشمع لإزالة شعر المناطق الحساسة، لأن شفرة الحلاقة تسبب سواد هذه المنطقة بسبب الالتهابات والحكة التي تسببها. واهتمي بنظافتك الشخصية بشكل كبير لتجنب ظهور الحبوب والبثور والحكة الجلدية،
واستخدموا عزيزاتي الليمون الحامض بعد كل إزالة للشعر لتجنب ظهور سواد بالمنطقة الحساسة من جديد. فإذا كنت لا تستطيعين وضع عصير الليمون لوحده، فيمكنك إضافة نفس المقدار من الزبادي أو الياغورت الطبيعي الخالي من السكر. فهذه الطريقة تمنع تكون سواد في منطقتك الحساسة بإذن الله. وبهذا حبيباتي نصل لنهاية فيديو اليوم. لا تنسوا أن تجربوا هذه الخلطات وأن تتركوا لي آراءكم واقتراحاتكم بالتعليقات. أتمنى أن تستفيدوا عزيزاتي من المعلومات. كذلك شكرا على متابعتكم وعلى وفائكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.